هدي عن كيمي كفر كيمي كفر وحه جامين يسد دولة وحسن الشيخ محمود مدح كي هاي ودولتي صوم رئيس صومالي وكل اللي ذاته صاحب بدنا وحلاه هاي ما أنت دورشهم بينوت هاله نقول يفرتي هاي استعماله والمغلي شرتين موقف يضيد أيوه معارضة بدنا كهذي شريه عن روفتي دانو ودبا مقلقي والمغلي شرتين موقف يضيد أيوه معارضة بدنا كهذي شريه عن روفتي دانو ودبا مقلقي صاحب بدنا وحلاه هاي ما أنت دورشهم بينوت هاله نقول يفرتي هاي استعماله وحن لي هاي هدي عن كيمي كفر كيمي كفر وحه جامين يسد دولة وحسن الشيخ محمود مدح كي هاي والدولة دي صوم رئيس صومالي وكل اللي ذاته ومانتا وحي قاعدي إلى تياتو أريغا إسلام تريرميغا اللي تشوكتي حولي صومالي لان إلى تشوكيسو هدي عن حول بعض اللقاسين إن أن هل كونتينر ينوسو جلين هذا أي هل كحول إنك قادم إن أن ديارة ينوسو جلين وحي أول ولا ذهين مجرتة وحي إن تسين عدا ود أيليه سومالي دو وحي تعدا هوستي سئج هريرتي سمعكو ما أنت إن قدر وري صد صن مرينا وإن الدولة دهاي سني ما أنت إن لينو كوي ما دون نفكي هل كإن الاعتراف كي يكسل هين وعي أندره إلي نقدهن يسكتين سنو ومعارض يا محافظ سقف سننا أركاسي وحوي وعيب إلى قطع الله قلني ما تضم ما تسوكر علي هذا الكيغة وحن لا فكرة هاي ولا أرنا هاي وقاس أحمد علي مهدي كلمة دو هل كان كي إذن آدي آد قبقي يا هيد ما أنت دقال يا رفشاد يا فحمي معارض وارد ما تترتب بينه يا اللي يدورشو دورشة ده الله دريرو garab kana hal isqabsoo taas kelmada aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan kala doonayaa in aan idaahdo ragena dhaqanku waa ragii shalayto iyadoo dalka dhibaato ka dhacday intay buuraha cid ka soo rideen doorashadii xeerkeedii intay nu jajabinay wado u jeexnay حكومة يا شعب بكو قنعين مسؤولية دا دقن كسميي إبيرا هبرش على كشقيين آدي آد بانو بقادين يا مركو هوري وحن كلو لأي هاي دمان دقن كينو مانتا وحا ترتم يا وادد كيني وقربيهيني آن دعو قسو جنسنو عدي درافتا لكن أين وشكت دينو مانتا إنو معارضة آدك قلو وحن كلو جعل هاي إنه آدي آدو غفل جيكنانو ويررد هاري راي نكا سعودو سياسي آسادي سن لبك المدودو كوكوبان وحن جعل هاي ناسوحو ورطا دولد نمدا حلبان كان ابتقوها عبد الرشيد وحن هبكالكستي وحن اسكالها باشا يدا هاي دي عدي مركي مدحوينو سوتشيدي الدولة دي مدي سعويدي عدة جوشة إسكال هيد بيش عربي هيد هم كيدي كانتي إمبيلا كان كدر إيدين إسكال هيد لكن هذا ترى هذا عبد الرشيدو ور دولة دي ما أنا قايدين سوينا يل بحني ويو سيس كده وديك ناي ودا قال هاي يجي قلي ناي وين عقال حوالي ناي تاع عدنا يدو كقبسن ويس لكن هم كده جيستا لو أعرف بيجي هنا أعرف عدنا كقبسن كريم سلادين تا سودان کی کواد قرق آتیه بها سودان محمد سودان فارح بها بین نما ولی سوچ چوب نی تاریخ عدی و هری سو قرق دیکته نه سودان کس و بیش سو جمیریه ولی قرق قرق اینو ما هری نه ما تا این میشه نه دولا دان دیسمو ما تا نه کم فرق سنی نه بیلو تو سه بیان نی هو بیان نی گل فتای و حکروس حیتان کس و اینه inaan erayada aan ugu nacbahan maqla in dad Soomaali laana cadaw gudan lagu sheego oo arko fal ka dhaco meel ka dhaco meel ka dhac weeyaan cidda isticmaashana waa cid dadka kala fogeynaysa wax la leeyahay haday jirto ama ay u dhici jirtay wararkaasi waa in ceeb ay ku ah Soomaali waa dad walaala
وضد إهلا حتى إسقفت أنا وإهل إسقفتي حتى قولا ده غير صوب أي لسود عني ضد إهلا وضد يدي كان يركض حيو أو أي نان كلا شيعان كريم أو أي نو ولا لنا هاي أو إيه قلبتو أنا عدو إنه أهيم بنا أمسنا هاي سياسة كلا دل كسوق الشيء وإن كنت حذرين وحكروا صحيا صاحب كي سلطان إبراهيم سلطان صلوب كلمته يقول لا بقى برضو يريد لا بقى برضو منها برو ذاك بارونه أو الرحمة يا فهمنا هو إن أبتدي وأنا كوي حجة ورلا بقى برضو يان أطلع حمبارين أنا قاعد كريم إذا كي قرن كدارو دون بقصو دولي وين 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 داون إني ما ملكنا إنه كعرس سنين ولا هين إذا لما تشر يسدو وحقفت لكن بحيال كذا عاي وحبيان استيسين وذاب عيويا ودباتين قوة طالة ومن عيدا كني قرن كنو كذا مقرنه ومن دباتين قوة طالة إن ماذا حكاني وإن مدني أنا كم أذكره فيصل عبد بوطاني يرجع أجمع ميرتا يعني نكون هذا نو حيران رحمة يوم فهيم حيران أذكره وردارو أو أن عندي كم مقرن وأركيه وأركيه رهك إن طول من لغو سمينه أو سكر مدي iya inagoo aan xukuumadii garab siin ayaa wixii khasaare ay meesha ka dhacay anigu number 1 baan ka ahaa ragii markii hore lahaa war ciidanka la saaro ana laakiin intii dibtu dhacday ciidanka qaranka kalmad dibta maan oran dhaawaceenaya keenna xidana kalmad dibta maan oran kalmada waxaan leeyahay inaguna ina kama gayaan ciidanku hadaynu cid daliilayno siyaasad baa jabisay iyo aan nidaahno laakiin ciidanku daliil ma laha een waxaan leeyahay een Cabdirashiid Xasan Mataan halka wuxuu ka hadlay arrin gogaasku waa ugaaskeenii waa saldanada difaaceeyneeday Soomaaliland lahayd arrin heer goorba uu gaar maahay Soomaaliland oo dhanka maqan yahay ugaasku Soomaaliland oo dhanba inay doonta aniguna maalmahan oo dhan waan ka shaqeynayay waxna leenahay dhamaanteen waa daliil aynu leenahay ugaasku ina ka maqnaado waxa loo baahan yahay inaynu u hoyeyno inaynu gacanta ka marino fulxumada lagu geystay ee lagu celiyay ee lagu xabadeeyay anigu taaraha ligeli ma ka bixray arinka maxamed abiibi halka laga hadlay kiiska hadaan qaadi xukumaya ahayn oo qofka ogeyn dambi uu galay anuu ma oran karo een maxamed dambiile maaha mar hadaan dalka baa ka maqnaa een laakiin hay'adaha sharciiga ama baarlamaan ha ahaadeen inay difaaciyeen waan arkay leeyihiin dambi male wax saan oran lahaa hadalka hadalka duwan madaxweynaha waxaan oran lahaa madaxweyne inta kugu afxumi waa qoladan ii doorka la yaada tolka tihiin reerka inanka qudho u qoqane de inankaasi inuu xidnaado sax ma ahan leh haduu ina qudhi uu ama hadlo ama darjiido in isaga qudho la xiro oo reerka ninkii qudhay haye meelaha ka buuqayay la xiro wax leh sax ma ahe intaan anigu ku jiro ee hadii aan la baleeyo kugu hadalka xumeyd de kuwaas ma dabaday joogan aan waxaan leeyahay isagana hal siidaayaan leeyahay si odaynima oo sharaf ku jirto aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad aan ugu mahad celinayaa casumaada sharafta iyo karaamada badan aan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa aan waxa weeyaan doorashada soo socdana madaxweyne Muuse Biixi illa hadda wada fiican buu hayaa war maantuu deeda xukuumadda wadada ka leexatana de waynu toosineynaa waynuna la hadlaynaa waynuna ka hor imaanaynaa laakiin maanta doorasho ku socda haduu doorasho fiican loo qabto wixii la kala tirsanayo dhan waa taqaan Soomaaliland way ilowdaa madaxweynayaasheenu hormidaynu dhaliilaynaa ma jiro midna markuu ku xukun ka tago Soomaalida way amaanta haduu doorasho maanta inoo qabto fiican oo taa uu anigu rag wasiiradiisa ka mid aan arkay wuxuu musammim ku yahay ama uu diyaar u yahay weeyadeen doorashada inuu qabto wixii la kala tirsaday weynu ilaawi doonaa madaxweynayaashii wuu wanaagsanaa buu ku biiri doonaa een haduu doorasho fiican qabto haduu soo noqdana waynu taabacaynaa waynu u hambalyeynaynaa haduu meesha ka tagana si nabadgelyo ah uu sidii daahir riyaal iyo ragga u tacaashin doonaa iyo siilaayo oo sharaf dalkiisa ku yeelan doonaa wax dhibaato ah oo ka muuqda ma jiro